اهلا بكل حضراتكم مره تانية. تعالوا بقى في الفقره دي نتكلم شويه عن رياضه رفع الاثقال البارالمبي، وخصوصا ان احنا عندنا في هذا الاطار مجموعه كبيره من الابطال. هنتكلم عن الانجازات، لازم نتكلم عن التحديات قدام منتخب الناشئين وازاي بيستعدوا كمان للبطولات اللي جايه ان شاء الله. ده هيحصل مع كابتن مصطفى فضلون مدرب منتخب مصر للناشئين لرفع الاثقال البارالمبي اللي منورنا، وكمان منورنا اسلام مونجي لاعب منتخب مصر للناشئين لرفع الاثقال البارالمبي، وبالمناسبه وهو الفائز بالميداليه الذهبيه في بطوله العالم اللي اقيمت من حوالي اسبوع. يا صباح الفل عليكم منورين الدنيا كلها. كابتن مصطفى، كابتن اسلام منورنا طبعا في 10 الصبح في الاهلي. خليني ابدا معاك كابتن مصطفى، يمكن نرجع بقى لورا شويه وعن بدايتك في يعني مجال الرياضة. هل مارست أي رياضة تانية غير رفع الأثقال، ولا دي كانت بدايتك؟ والله الأول صباح الخير لكل الأهلوية وكل منصة الأهلي على الوطن العربي كله، المنصة اللي الكل بيطلع من خلالها بيلمع بيقدم إنجازات خطيرة من بوابة الأهلي العملاقة اللي الكل بيعشقها. وين هون أنا طبعا بداياتي، أنا من زمان خالص كنت لاعب كمال اجسام من صغري. وبعدين لما حصل الحادث بتاع رجلي في سنه 84 تغيرت الحياه من حاجه لحاجه خالص. كنت بطل كمال اجسام ناشئين، بعدين الحياه اتغيرت خالص. نقطه تحول طبعا خطيره، وخاصه ساعتها ما كانت رياضه المعاقين مش معروفه. الكلام ده في 84. طبعا. حد شافني قال لي في رياضات خاصه بالمعاقين وحيا فيا الامل مره تانية. كان الكلام ده بقى في اواخر 89، بدات بالفعل ان انا اخش من اول 90 تقريبا. مارست العاب قوه، بعدين رفع اثقال اللي انا بعشق الحديد اساسا. وكانت اول بطوله دوليه ليا كانت في فرنسا سنه 91، والحمد لله عملنا فيها ترتيب اول عام. الحمد لله توالت الاحداث ان انا الحمد لله بقيت، عشان بس ما اخدش وقت كبير، ان انا الحمد لله في تاريخي الرياضي في الاثقال كنت صاحب 3 ميداليات اولمبيه ما شاء الله، بخلاف بطولات العالم افريقيا، دورات افريقيا، عرب، بطولات عرب كبيره. الحمد لله دولي، كانت البطولات الدوليه او بطولات اوروبا بشكل خاص كانوا بيستدعوا الفريق المصري، لان كان ساعتها الفريق المصري بيحتل المرتبه الاولى على مستوى العالم، كنا متصدرين القائمه. فكانوا بيجيبوا الفريق المصري في البطولات الدولية الأوروبية على سبيل ان يقووا البطولة بالفريق المصري. ما شاء الله. فالحمد لله كنا في أي دولة بننزلها الفريق المصري ليه حيثية خاصة، معروف أبطاله، معروف أرقامه، معروف كل واحد في ميزانه. الحيثية دي لسه موجودة لغاية النهاردة ولا الأوضاع اختلفت؟ حصل بعض الاختلافات، خاصة من بعد دورة أتينا 2004، كانت آخر دورة ليا والحمد لله كنت عامل فيها فضة. بعد كده بدأت حاجات تحصل، ان بدأ الترتيب ينزل شوية. كانت اخر عهد لينا ان احنا متصدرين قائمة العالم كتوتال يعني كتيم، كانت اتينا. بعد كده جينا من بكين، لندن، ريو دي جانيرو، بدأ الترتيب هنا ينزل شوية. احنا لازم بقى نقف طبعا عند ليه الترتيب ابتدى ينزل ويعني بالشكل السريع ده، بس خلينا الاول نتعرف اكتر على كابتن اسلام وعلى خلفيته، سواء كان بيدرس بتشتغل، بدايتك مع الرياضه دي جت ازاي؟ انا اسمي اسلام منجعشور، لاعب منتخب مصر رفع الاثقال، سني 19 سنه، بدرس تجاره ثانيه جامعه من اسيوط قريه بوق. انا ابتديت رياضه من وانا عندي 15 سنه، يعني هو والدي محببني في الرياضه من صغري، فاول ما سني جه 15 سنه قلت انا لازم العب جيم كمال اجسام. لعبت جيم سنتين. هو والدي في الاول في اول سنه قال لي يا اسلام انت ما شاء الله عليك بترفع اوزان كويسه، حاول رياضه رفع الاثقال لان رياضه كمال اجسام ملهاش مستقبل بالنسبه لزي الهمم. هو انا في الاول ما كنتش مقتنع بالفكره وكنت حابب رياضه كمال الاجسام، لحد لما سني جه وصل ل 17 سنه قلت لا لازم انا احول لرياضه رفع الاثقال لان ليها مستقبل بالنسبه لزي الهمم. والدي جه اخذني ورحنا لكابتن مصطفى فضلون نادي اتحاد الشرطه. كابتن مصطفى عمل لي تيست كان 125 كيلو. كابتن مصطفى فرح بيا جدا وقال لي انت هتبقى بطل عالم قريب. وانا في الاول ما كنتش يعني مصدق هبقى بطل عالم ازاي لسه بادئ، بس يعني ما فاتش على طول بعدها 3 اشهر ولعبت بطوله الجمهوريه وعملت مركز اول، وعلى طول بعدها بطوله كاس مصر عملت مركز اول، فابتديت اصدق يعني قدراتي.
ويعني رؤيتك الثاقبه يا كابتن مصطفى. الحمد لله.